السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة بطريق الرابط بين ولايتي بسكرة والوادي في وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب مقربين من أحد الضحايا فإن هذا الأخير والمدعو حسام رزق أمس الخميس بمولود باهية طلعة سماه أمير عن بعد، وكان اليوم في زيارة لرؤية مولوده وقضى عيد الأضحى مع عائلته، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وحسب موقع طريقي وتابع لقيادة الدرك الوطني عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فقد وقع حادث المرور صبيحة اليوم الجمعة بطريق الوطني رقم 3 والرابط بين ولايتي بسكرة والوادي على مستوى منطقة الشقة بلدية أماشة، حيث أسفر هذا الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. إنا لله وإنا إليه راجعون.